صباح الفل، صباح الجمال، صباح الروان على احلى ناس في الدنيا. النهارده حلقتنا خفيفه جدا، خفيفه على القلب، خفيفه على الجيب، خفيفه في التكلفه، خفيفه في العمايل، وخفيفه واحنا بناكلها. النهارده هنعمل عيش الشبات الهندي، حاجه اخر دلع، حدوته. يلا بينا. انا عندي هنا كوبايتين دقيق، انا كده حطيت هنا كوبايتين دقيق، كل كوبايه دي هتاخد معلقه زيت. طبعا الكميه بتاعتنا، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا، ومحدش ليه حاجه عندنا. فانا عندي هو معلقه زيت، زيت نباتي، معلقه كبيره، تمام كده. طبعا انتوا عارفين كوبايه الدقيق بتاخد نص مثلا كوبايه ميه، فاحنا كده حطينا كوبايتين دقيق، فهنحط كوبايه ميه. ننزل واحده واحده كده، ننزل مثلا بنص الكميه، وبعد كده احنا بنضرب، ورشه ملح كده ايه صغيره، تمام كده. بصوا بقى العجينة طرية، ملح وزيت ومية بس، ولا خميرة ولا اي حاجة. فانا هبدأ كده بقى، بصوا، نحاول كده بس افرد العجينة عشان نبدأ نكورها على شكل مقاس العيش. انا هقطع بقى العيش، يعني اللقمة حوالي 100 جرام كده. نبدأ بقى نكور العجينة. بس انا احط في ايدي بس شوية زيت صغيرين اهي، تمام كده، عشان هي بتتفرد بالزيت، فانا اخليها بقى تستريح وفيها زيت اهو. بصوا كده، السبع لقم دي بكوبايتين دقيق، يعني احنا عملنا بكوبايتين دقيق صغيرين كده عملنا سبع ترغيف عيش، انتوا متخيلين؟ هتشوفوا، خليكم معايا. نغطي بقى كده العيش، نسيبها حوالي نص ساعة تستريح. ما ينفعش نعمل عجينة ونضربها تبقى لسه مضروبة كده واخدة بنيات وبوكسات ونفردها، مش هتفرد معانا، هتتعبنا قوي وهتتقطع معانا ومش هتظبط معانا. فلازم اسيبها نص ساعة تستريح ونشوفها بعد نص ساعة. وبعد نص ساعة، انا عايز اقول لكم ان احنا ما عدناش برضو نص ساعة، بس يعني انتوا اقعدوا نص ساعة ساعة براحتنا، انتوا في البيت بقى ايه. لما اجي اشتغل بيها بس ايه، هديها زيت كده وش وظهر، احط زيت على ايدي كاني بقى ايه فطاطري اهو. بصوا بقى الحلاوة، القطعات دي مش مهم يعني، عادي كده كده لسه هتاخد ايه لفة تانية. بعد ما فردتها بقى، انا عايز بس تعفير الدقيق خفيفة كده، اللي هو ايه، ان انا احط كده مثلا في ايدي تعفيره خفيفه كده، لان انا هعملها طبقات. بصوا بقى الحركه دي اهو، هنيجي بقى نعمل كده في كده اهو. بس انا بحب شغل العجين ده، بيبقى ايه محتاج شويه فن وشويه صبر اهو، تمام كده. عملت شيرت من اول وجديد. نركز بقى، نيجي بقى نلفها كده، بكل سهوله ندي بقى ايه زيت وش وظهر، تمام. بصوا بقى، طبعا انا هعمل الكميه دي كلها نفس الشكل ده، ممكن نسويها برضو على كده، بس احنا لا، احنا عايزين نعملها بقى ايه، خليكم معانا، انا بحاول اشوقكم اهو. نفرد كده كاني بعمل فطير بالظبط اهو، عارفين انتوا الفطاطري، انتوا تشتغلوا في البيت كده بالظبط اهو. وابدا المها ايه، ايوه، تمام.
اديها لفه بقى كده، وناخد اخر حته كده ونقفل بيها كده. مية مية. فانا كده دلوقتي هسيبها تستريح تاني نص ساعه ونبدا بقى نشتغل بيها. تفتح عليها بقى بعد نص ساعه، استريحت وبقيت تمام. نبدأ نفردها تاني، نقطة زيت الشدار كده، ونفردها بإيدينا. في طاسة بقى عايزينها سخنة، حط بس ايه نقطتين كده ايه سمنه. السلام. نجيب العجينه بقى اللي احنا فردناها اهي. بصوا بقى كده، اول ما العجينه من فوق تبدا تنشف، يعني الزيت بتاعها تحسه نشف. ممكن ناخد قلبه كده، ايه الحلاوه دي، حاجه تفتح النفس. احنا كده ايه بنشوف وشه وضهره. هعمل بقى بقيه الكميه وارجع اوريها لكم. بصوا بقى الحركه دي، العيش ايه. عايزين بقى نشوف ايه التوريقه دي، الطبقات اللي احنا عملناها دي. خلصنا بقى العيش بكوبايتين دقيق معلقتين زيت، عملنا 7 ترغيف عيش. وجبه فطار، وجبه عشاء خفيفه، حاجه اخر دلع ناكلها مع جبنه. براحتنا، المطبخ بتاعنا والاكله بتاعتنا. ويا رب اكون قدرت اقدم لكم حاجه تعجبكم. اشوفكم في حلقه جديده، مع السلامه. كل وصفاتنا تجدوها حصريا على موقع الوصفه.com.